النهارده يا جماعه هنكمل الجزء الثاني والاخير من لعبه المدرسه الملعونه، وهنفتح يا جماعه اخر شريط وصلنا له. متحمس جدا للجزء الاخير يا جماعه ومش مطمن له بصراحه، فتاكدوا تعملوا بقى لايك، ولو انتوا لسه جداد معانا في القناه مستنيين يا جدعان الزرب الاحمر تحت دوسوا عليه بسرعه وحنونوا الرصاصي عشان تنورونا وتشتركوا معانا في القناه. ايوه انت متاكد؟ يب انا متاكد. انتوا متاكدين يا جماعه؟ الله يستر على اللي هيظهر لنا من اخر زحليقه، ما كنتش مرتاح لها بصراحه. ايوه العب. لا لا تحس بياخدك في عالم تاني. يا سلام ايه ده المخرج كده على طول ايزي؟ ها بس مين السحليقه شكلها غريب كده والله. غريبه يا جماعه. ها؟ الإشارة فصلت على طول أول مجرد ما دخلت، أنا خسرت ولا إيه؟ يا ابني مكتوب المخرج. أوكي. تقريباً لازم البخار ده يتشال عشان أقدر أخرج، يا إما هستخدم حاجة يا جماعة عشان أقدر أطلع. تمام خلينا دعبس في المكان. والله شكلها رهيبة وحماسية. عايز أنزل في المذبح أسبح. أتدلع شوية. إيه الكلام الغريب اللي مكتوب على الحيطان يا جماعة؟ محتاجين مترجمين في التعليقات. إيه ده؟ بيتفتح ده ولا ايه؟ اوكي بطاريه كتر خيرها ومسرع. ايه ده؟ يا عم ما تخوفنيش بقى، ايه التوتر اللي انا فيه ده؟ ايه ده ان شاء الله؟ مين ده يا جدعان؟ انت طالع التايه ده ولا ايه؟ هو ده وحش ولا مش فاهم؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. يا جدعان المسبح طلع ملعون يا جدعان ومسكون. اجري بسرعة بسرعة أنا هغرق يا جدع. الله الكحل اللي أنا فيه. طب أروح فين طيب؟ الحوسة دي يا جدعان من بدايتها من بدايتها جنان بقى. أنا كنت في المدرسة، إيه اللي دخلني في المسبح؟ والله ما عارف. أوكي في زحلية هنا. أنا متفائل يا جماعة ومتشائم. الله يستر. اوكي ايه ده؟ ده ثواني ثواني جالي كود، خلينا نفتح الكود ده. طيب اه في حاجات هنستخدمها في الميكروويف، ولازم نجيب اسمها ايه دي ماسك، ونجيب عينه ونجيبه على عينه والقمر. العين والقمر مرسومين على الميكروويف. لا لا والله في تفاصيل كتير يا جماعه كل مصحصحين فيها. يلا هنا سلم ملوش اي معنى. وي ويلكم لا الفندق اللي مش بحبه خالص. ايه اللي جابني فيه انا مش عارف. خلينا نشوف طيب الرؤيه دي ندعبس فيها. ايه كميه السلالم دي؟ في ورقه تانية هنا، خلينا نروح افتحها كده سريعا. ايه الكود ده لايه بالظبط؟ لا لا ده في عفاريت يا جماعه. في صوت، والله في صوت زي كني في لعنه جوه هنا. انا عايز اطلع فوق وعايز اشوف ايه اللي هنا بالظبط. في اصوات تقريبا جايه من فوق مش عارف. هو بيني وبينكم المكان ما يطمنش. اجري اجري يا نهار يا نهار هموت. لا لا يا جدعان انا غرقت والله غرقت يا جدعان. الهبل اللي بيحصل ده اللي انا شفته ده اعوذ بالله. في حاجات مش طبيعيه يا جماعه. خلينا مش طايق في مكان تاني. ايه يا عم الكحل ده يفتح ده؟ هنهرب منها ازاي دي؟ الحوسه اللي انا فيها، انا جيت في نفس المكان والله. متاهه المسبح دي، حس ان انت بص صفرة صح. خش يا معلم العب. ده جاي امتى انا؟ غريبه يا جماعه نفس المكان. اوكي جبنا الماسك. ما احنا بقى دلوقتي عايزين ندور على الميكروويف. اعوذ بالله الورده مش مطمن له والله يا جماعه، عامل زي عفريت العلبه ده كل ثانيه يطلع لنا ومقرف بصراحه.
والله يستر كم كمبر تحت. فين بقى الميكروويف عشان نقدر نستخدم الحاجة؟ خلينا دعبس طيب في المسبح. اوكي كمل. اطلع زر البلكونة يا جماعة. يب ده اللي عايزين نعرفه. بتفتحش عينك تحت المية؟ اكيد اكيد يا عم، ده انا نزلت تحت غرقت. خلينا نكمل يلا. اروح في الاتجاه ده يا جماعة. في اصوات في اصوات توخوش بصراحة. نكمل نطلع من هنا. البرج ده ما كانش موجود صح؟ اظن. مش عارف الوحش اللي بيسمع صوتنا ولا ايه النظام. روح سمعت صوته والله عمال اتوخوش. ولا الملعون ده كمان سمعتها في المكان ده يا جدعان. شكله بيفتن علينا المفتري. مش عايز ارجع تاني. مش عايز اروح يا جماعه. انا سامع من البوابه دي بس للاسف مضطرين لان تقريبا الميكروف عند ايه ده مكان جديد. ايه اللي عب وده؟ لا 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 مستحيل انزل. انسى 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 انسى. ايه ده الباب مفتوح هناك صح؟ ولا لا الباب مفتوح يا جماعه. شكل الوحش قاعد جوه. هنا مفيش اي حاجه. ماشي نكمل. كويس احنا وصلنا لحاجه على الاقل. انا قلت لكم والله. اوكي وصلنا للسلم. طب ايه رايكم نطلع؟ تبصوا الباب نسفته. الباب نزف مفيش هزار. ايه ده السلم بس كده؟ لا والله. احنا هنا عملنا تحدي يا ابني. انت جاي تشتغلني ولا ايه؟ ايه يا جماعه ده احنا قضيها باركور. هي كانت الميكروويف ده. لا لا ده في حاجه تانية غير الميكروويف ده. ايه ده بالظبط؟ في سلم تحت بس انا نزلت وش هغرق. لازم نحط شريط هنا يا جماعه غير كده انسى يا معلم. طب ايه العمل دلوقتي بقى؟ فكروا معايا. بيني وبينكم انا محتار ومحتاس. والكارت ده الاقيه فين؟ والله بسالكم شويه اسئله يا جماعه انا مش عارف اجاوب. يا جدعان اتصرف يا جدعان. ايه يا عم انت كمان؟ خش على الزحلقه الزرقاء. عامل زي فرع علوز كل شيء يطلع كده. كمل. زحلق الله يستر. المهم ان احنا وصلنا فوق. مفتريه. مفتريه مجنونه. عمال اتبرطم. لا 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 انزف. لا لا والله ما اقصد. اوعى تطلع لي دي تبقى مصيبه يا جماعه. هي بتطلع؟ يخرب عقلك. طب هنعمل لها ايه بقى دي يا جماعه؟ فكروا معايا. ابوس ابوسك بس ارحمينا. ابوس ديلك ده ديلك اللي ملوش نهايه. وانا نزلت هنا هغرق. خبيثه. ربنا يستر. روح. هو بص بص الفقري مكمبر فين؟ ملك الكمبرة. اما عفريت ملعون صحيح. الله يا جماعة مش فاهم حاططني في دماغه. ما تخلع على الله يسهل لك. صرف صرف يا قليل الهرب. يعمل الصوت ويصلي الحاجة ويخلع. جبان. احنا دخلنا في المكان اللي فات ده. اوه في ورقة تانية هنا. المفروض اقرأهم يا جدعان. خلينا نشوف. بصراحة الواحد متوتر فما عندوش استعداد يقرأ حاجة. كمل. يلا خش على البوابه الثانيه. احنا دخلنا هنا قبل كده ولا لا؟ لا دي مكحله خالص. بصوا احنا معانا كده كده ادوات ممكن نستخدمها عشان نسحبها يعني وقت لما نحتاج. المكان ده احنا جيناه قبل كده. شفت ديلها؟ خلينا نستخدم ده. طيب يلا يلا المفروض يرن المفروض يرن. هنسحب انا. ها بس بص عملت لها عديده عشان. ايوه ايوه رن عندها صح. هي ما سمعتوش ولا ايه؟ والله ما فاهم يا جماعه. المفروض يكون عمل صوت تحت الميه. طب ايه رايكم نسحبها هنا؟ خلينا نجرب. اشتغل يا ابني عادل ارجوك. بس سامعين صوتها؟ اضرب يا عداد يا رخم. يا رب يا رب يسحبها يا رب تقع في الكمين زي ما انا بفكر كده. اوكي اوكي راحت ولا لا؟ انا مش فاهم بصراحه. خلينا طيب نكمل. تقريبا سحب تقريبا سحبها مش عارف يا جماعه. خلينا طيب نطلع هنا. اوكي قد الجب.
حط الزوم بأي كلام. كمل يا معلم. ممتاز ممتاز. الوضع هنا هادي شوية. يلا نخش هنا عند المخزن. ما اظنش ليه هنا خالص. اه عندنا ممكن نخش الزحليقة، بس طالما هي مكمبرة في المكان ده اكيد في حاجة عندها. حط واحد هنا والله يستر. حطيت واحد. يلا بقى رن. والله وطرتني يا جماعة. خلينا ناخد دي كده حدفة بعيد. فينها دي؟ سمعها هي وقت اللي تجيلي من هنا تبقى مصيبة. شايفين دينها يا جماعة؟ يا حلاوة. بس يا ولا بس يا ولا ما تفتنش. ها مش عارفة تعدي. والله شكلها بص يا جماعه منظر عامل ازاي. ولا لا شافر الدين المجنون حشرت. احسن والله ما مصدق. بس ايوه لا لا كده هتلف. اوكي لا يا ماما خاف يا ايسي. والله شكلها غريب يا جدعان. خلينا نحط له ده كان استهبل. هتطلع واحد. شوف الدين. يلا رن رن. اه لا والله ولا عمل اي حاجه. اوكي كويس يا جدعان ان احنا ايه ظبطناها. ننطلق بقى في المنطقه هنا كلها براحتنا نعيش حياتنا. بص انا كنت دايما بخش هنا بس ما دخلتش هنا. مش عارف بقى ده بيطلع لي على نفس الاوضه ولا. اوكي في بطاريه هنا. مفيش اوض تانيه في الجنب التاني. لا والله في بس الكولدير ده اللي ما فيهوش اي حاجه. طبعا هنا ما زلنا مش مطمن لها بصراحه. ما انا دماغي فصلت يا جماعه من كميه الزحاليق دي كمان. فريند ايه يا عم؟ مش عايزين نكون اصدقاء يا عم. انا مش ناقصين بتاع من يا عم. والله ده عفريت ده بيستقبل حاططني في دماغه كل ده. كل مكمبر هنا كمان ما هي ناقصه. ده المكان اللي كانت هي واقفه فيه وانا داخل عنده. بسم الله ما شاء الله يا قلبك الميت. طبعا انا كل شويه اتروق. الله مظبطانا هي افتح. يا عم ارحمنا يا ابني. بعد عني يا ابني. يا ابني ارحمني يا جرع. بابا امشي حبيبي امشي حبيبي. وقد يحرس المكان ولا ايه يا جماعه؟ هو المكان الموجود فيه ده حاسس في اختلافات. اوكي في بطاريه هنا كمان. حلو يلا ندعبس. اوه في واحد فوق. في واحد فوق شايفينه يا جدعان؟ انا عايز اوصل للزحليقه الصفراء دي. ولا لا نوصلها ازاي بقى؟ شايف انا واحد هنا فتقريبا ده اللي ممكن يكون معاه الكارت. اوه لقيتها هي دي صح. يا رب تكون هي صح يا جماعه. ابعد 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 يا عم الكرسي بقى انت كمان ارحمنا. يلا خش 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 خش. اظن ان هو كده مظبوط. لا يا جماعه مفيش. بس اكيد في واحد تاني في مكان تاني. كان في مكان تاني اعلى بس هيبقى مستاهل خالص احنا نقدر نجيبه. بس ده ما معهوش حاجه. ده تقريبا اللي كان معاه اسمها ايه يا جماعه الماسك اللي احنا جبناه. ننزل. او في مكان تاني باللون الاخضر شايفينه. ايه الصوت ده؟ اصوات غريبه. في واحد تاني هنا بالاخضر بس هنطلع له ازاي بقى؟ هي دي الفكره. بعد طلوع روح. اعوذ بالله. ده يا جدعان ده انت مين يا عم؟ بس الحمد لله ما بتحركش. يا رب يكون الكارت. طلعش الكارت. مش عارف ده بيعمل ايه ده بالظبط. غريب وعنده كمية زحاليق هنا. لا لا شوف تلاتة دبل يا معلم. يعني ايه؟ مش حارم حد من حاجة بس ما فيهوش أي حاجة. ما تحسش جدي جدمدم طالع. أنا متأكد 100% هو عن طريق السلم اللي هنا تحت المية. هنحط الكارت الكلام هيظبط. بس الكارت بس الفكرة احنا عايزين نجيبه. ايه ده؟ اوكي ننزل طيب تاني وندور. نروح بقى في الزحليقه دي ما عند مش عند باب يا جماعه. فمش عارف حاسس ان شاء الله يعني ايه تظبط المره دي. اوكي وما انا بقى عامل كده مش فاهمه كان بصراحه. والله المكان متغير شوفوا. خش طيب على الزحليقه الخضراء. ها بس ما اظنش كان في حاجه عند الخضراء. نجرب يا جماعه ما ورناش حاجه. اوكي وصلنا. بس الوحش غريبه مستخبي. سمعنا صوت ولا اي حاجه. خلينا نبص للود ده. ده شكلها مكمبرنا في المكان اللي فيه الكارت.
شوف الكمبورة اللي قاعد هناك ده. يا ابني بعد عنا ارحمنا بقى يا عم انت كل شوية. فيش غير اعلى واحدة خالص الصفرة. يا ابني بعد عنا ارحمنا بقى يا عم شوية مش رايح لك بقى خليك انت قاعد. صدق يا جماعة من كمية الزحاليه بيتش فاكر انا رحت فين وجيت منين؟ دخلنا الزحلية دي ولا لا؟ بص يا معلم. اخيرا. اخيرا جبنا الكارت وجع قلب والله حوار. باب ورا باب ورا باب طلعت في الاوضه اللي فيها كرسيين. قصه كبيره يا جماعه. دلوقتي بقى الهدف بتاعنا بص مجرد ما اشوف الكراسي هعرف انا في الطريق الصح ولا لا. وريني كده ولا لا لا مش دي مش دي مش دي مش دي. بص يا جماعه في كرسيين في الاوضه دي فيها مكان لل بتاعه السلم فاحنا هنقدر من خلاله لا لا مش دي كمان هنقدر بقى من خلاله اعوذ بالله لا ارجوك بس اوصل بس ده انا ما صدقت لا 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 اجري اجري سريعه 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 بيت بيت اوه يا جماعه ده انا ما صدقت اجيب الكارت والله الواحد توتر مش طبيعي هتستقبل تقول لي مشكله ولا يا راستر انا مش ناقصين جنان كل اللي عملته ده هيروح والله ازعل اه الحمد لله الكارت موجود مش مشكلة يا جماعة نعيد من تاني انا كده كده مش زعلان العب عفرطه ده بس بطمن شوف بطمن يا جماعة لا 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 ابعت لي بقى البيك بوست بتاعتك اظن الاوضة اللي مكمبر عندها لا عايزين نخش ايوه المتاهة ايه الابواب دي بقى يا راجل دلوقتي الله 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 ايه الكعبانة اللي انا فيها دي هو مصيبة لو موجودة هنا حس الحاجة قربت ولا انا بتخيل تقريبا الحاجة تحس الابواب ما كانتش كده. لا يا ابني بعد عني يا ابني يا ابني هزعلك يا ابني لخبطتني معاك يا ابني. ايوه دي دي ولا انا غلطان؟ ايه الازرق؟ اها بص ما كانش عنده باب. والله متاكد 100% يا جماعه الباب دلوقتي ظهر. غريبه. قلت لكم ان الاماكن بتتغير. اولا لا هات 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 حاسس الدنيا بقت بالشقلوب دلوقتي خلينا نشوف بس ايه هنا عندهم يا راجل انت حاطط لي انا عشان تستقبل تقول لي خد بطاريه يا عم هديك في اسنانك انت كمان افتح 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 برضه يقول لك اصدقاء شكله والله العفريت ده هو اللي بالله بادر الدنيا وكل شيء غير الحاجه من اماكنها يا لهوي طب والله لو اخش المكان بقى اللي انت واقف فيه ما يروحش صح ولا ايه؟ مش عارف يا جماعه في كميه توتر هنا بذمتك انت مش مكسوف على دمك والله ما انت مع عفريت رخم صحيح ولا ليك اي 30 لازمه وي ها ها دوبل كارت اوكي جبنا كارتين طب كويس انا رحت في الوقت المناسب انزل يبقى عشان الجهازين مش جهاز واحد بس يلعب يا معلم كمل الميه عالت كلاليت تحسه عالت شويه صح وانا اسف اوه اوه جايه جايه زا اوه اتحشرت اعوذ بالله ولا لا استخبى زرزر زرزر قوم والله يا جماعه جايه عرقب الزحاليق ولا لا اهو اوكي وصلنا الحمد لله على السلامة لا مستحيل انت لسه عايشة يا جماعة دي ما بتموتش خالص وعاملة زي عاملة زي عفريت العلبة اوه استنى استنى احط بس الكارت حط الكارت حط الكارت يا حبيب قلبي يلا يا ابني حط الكارت اوه اخيرا تعالي تعالي يا مفتري والله جاية اجري اجري الله 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 اجري 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 بسرعة اقفل اقفل طالعة فين دي؟ العاب ده في صوت الفقر ده تقلع يا جماعة ايه اللي انا شايفه ده بقى؟ ثواني الزرار ده بتاع ايه بالظبط
الوحش، فاكرين الوحش اللي اعوذ بالله ده اللي ما بنخلصش منه. نفتح الميكرويف. اوكي لازم نظبطه زي ما شفناه في الورقه. احنا طبعا جايبين ورق بالهبل يا جماعه، فخلينا نلقي نظره. اوكي هنا بيقول لي عين وقمر. سلام، عين وقمر نفتح. ايوه بعد كل وجع القلب ده ظبطنا كل حاجه يا جماعه. فين النضاره؟ حط يا معلم. بس كده المفروض دي ظابطها ودي ظابطها. تمام عندنا القمر يا قمر، وعندنا العين. اقفل اوكي شغل. يا جماله يا جماله، هيطلع لنا ايه بقى يا جماعه؟ بنطبخ النضاره على اخر الزمن. وريني كده يا معلم. ايه الرعب ده؟ ايه يا عم الفيلم الاكشن ده؟ ايه ده جات لنا غواصه دي ولا ايه الاستهبال ده؟ في ووتر بروف للكاميرا. ثواني فين الووتر بروف؟ انا جاي بقول على النور. اوكي طب انا ما اجي اشغله كده ووتر بروف. والله يا جماعه حاسس بقت منخوشه. تقريبا عشان نقدر نمشي ولا ايه؟ والله ما فاهم حاجه. وشوف المنظر هنا عامل ازاي عشان نقدر نعدي من الدخانه دي، صح؟ ربنا يستر يا جماعه. هنزل والكابتن مستنينا شويه. يعني عمو باشا الله يستر. ايه يا جدع في ايه؟ هو سمعني ازاي؟ الهبل ده يا جماعه، هو فين الوحش الفقر ده؟ يا عم ما انت شغل العيال الصغيرة، انت فين يا عم؟ انا مش شايف حاجة وخايف. اوكي لو انا ثبت مش هتجيب، مش هتجي جنبي صح؟ هتاكلني يا جماعة. لا الهبل بقى. طب انا ايه اللي حصل لي بالظبط؟ الكيس معايا كويس. شكرا بس يا عم امشي بقى، امشي بالزحلقة. حط الكيس. شكرا يا عيلة المجانين. نقدر نروح كده؟ ايوه روح. الله على اللجلجة. لا شوف وهتقولي ارجع تاني وندوس على الزرار. ارجوك ارجوك. لا يا جماعة الباب مسوجر. بسم الله ما شاء الله. شيل يا البواخة. حط يا معلم. حركة بايخة قوي يا جدعان. انا شايف قدامي كل حاجه بس للاسف عبو الوحش. لا لازم اروح اتحداه. الله خلينا نروح نواجهه يا جماعه، مش تفرق معانا. كوشن تك تك واحده بس على الزرار. ايه يا ولد يا ولدي مالك يا ولدي؟ نطلع له زي المقلب. يا والله الكوره نفسها شكلها يخوف. شوف المنظر الفظيع اللي انا شايفه ده. اوكي حبايب القلب هنا. ها البيبان كلها دلوقتي منفذه على بعض. اوكي اوكي زحليه هنا. حس الواحد بقى خلاص يفك الشفرات بقى بالنسبه له ايزي يا جماعه. يا ابني بعد عني يا ابني. ايه يا عم ارحمنا بقى شويه يا راجل. ده كل حاجه رجعت زي ما كانت. اولا لا عشان كده المشكلة الوحش هيترزبن يا جماعة أول ما نعمل كل حاجة. والله يا ريت يكونوا مختفين يكون أحسن لنا. العب سخن 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 شايفينه؟ ولا لا ده أخد الباب معاه في إيديه. بالله عليكم استنى يا جدع أعدي إزاي أنا في اليوم الأزرق ده؟ الله الله إزيك يا أستاذ؟ والله لونه أحمر يا جماعة. عايز له فردة شبشب عشان يصحصح. شغل دي. إيه ده في إيه؟ والله صوت رجليته. أوه الباب اتفتح أهو شايفينه؟ كنت انا ما جيت دوست عليه. التحكم اوكي دلوقتي فتح اوتوماتيك. بس لو جدع انزل، ما هي الفكره بقى في النزول. مش مصيبه يا جماعه كده احنا كل حاجاتنا جاهزه. يا رب. والله ما عارف اعمل، انا تعبت يا جماعه والله من الوحوش مش طبيعيه دي. طب خلينا اتاكد اخر مره من الباب. كله تحت السيطره دي اصلا. بصوا رايحه جايه بتوين وسريعة جدا. اللي انا اعرفه يا جدعان لو ما اتحركناش مش هتيجي جنبنا كده. لو فرطت عنا تبقى مصيبة. نفسي اعدي من البوابة دي يا جماعة. تخيلوا حلمي كان ثابت اهو. دي راحة جاية عند الباب. ها
يا رب عدي يا جدعان، والله ما بصدق المصيبة اللي انا فيها دي. حاجية تتفسح عمالة تشتم وتقل ادبها. يلعب قاعدين واقف كده واشوف الدنيا ماشية ازاي. يا رب تخش عنده. ممتاز ممتاز. انا عندي حركة حلوة فكر اعملها. بس اجري اجري. حلو حلو حلو. اضرب 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 عنده. اضرب اضرب اضرب. اوه يا في الكمين اهربي. يا ابني ما خلاص يا ابني، هرتنا كروت. هو فرحان بالكروت ولا ايه؟ اوكي العب. استنى يا باشا، استنى يا باشا. اوه بسرعة 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 يا رارا. ولا لا الكاميرا 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 لازم احطها الاول. الها يا نهوة على التهنيجة. خش 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 خش. ولا لا حصل تهنيجة يا جماعة. انا ذات نفسي مش فاهم اللعب. يعني اقفل اقفل وجع. الله 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 اعوذ بالله. دي العين اللي بتحسب. والله يا جماعه انا عايز، انا عايز مش فاهم في حاجات غريبه في المكان ده. افتح 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 بلاش اللي تقدر. اقفل اقفل اقفل. تم التختيم بنجاح وحطوني في جزء خامس وعاشر مش ناقصه. ايوه ايه اللي حصل؟ ثانك يو اخيرا. مش مصدق نفسي. اخيرا تم التختيم بنجاح. جبنا كل الشرايط وهربنا من المجانين يا جماعه من المسبح الباك رومز. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. بصراحه اجمد لعبه لعبتها واصعب لعبه بس احنا قدها. شكرا لك جديد مع سيوب جيمنج. يلا سلام.